صباح الخير، معك عبد الرزاق علي، خدمة الترفيه الممتازة، شو أقدر أساعدك؟ بس حبيت أفيدك، ترى احنا حاليا عندنا مسابقة على حملة لينكن على دراية. حملة توعوية طال عمرك. إذا حاب تفوز بخمسين دينار نخلي العلاقات العامة يتواصلون معك استاذي. معك مناي من بنك الكويت الوطني. فواز بسألك عن حملة لينكن على دراية، سامع عنها؟ نوعا ما بس مو وايد. راح أزعل إذا أنت قلت لا. أشوفها بالسوشيال ميديا وايد. برافو برافو برافو. هذه الحملة أطلقها بنك الكويت المركزي مع اتحاد المصارف مع البنوك المحلية عشان بس نعزز الثقافة المالية ونوعي المجتمع أكثر. إنزين خي، طالما إن اليوم خميس ما ودك تفوز بخمسين دينار؟ بلا، ليش لا؟ الويكند وايد حلو صراحة. هل ممكن إني أنا أتصل عليك من فايبر ولا واتساب؟ مستحيل. مستحيل. لازم يا رقم عندك الأساسي أو لا يعني. ما يصير الواحد يديك واتساب ولا فايبر. هاي المبروك عليك 50 دينار من بنك الكويت الوطني. إذا أنا دقيت عليك ومن رقمنا 1-800-1-800-1 وأبيك تشاركني الـ OTP، راح تشاركني إياه؟ لا طبعا. برافو، فزت معاي ب 50 دينار. لو جيت ودقيت عليك مثل الحين وقلت لك أبيك تنزلين أبلكيشن أني ديسك، هذا الأبلكيشن مثل تطبيق التحكم عن بعد، راح توافقين وتنزلينه ولا لا؟ صراحة لا. ليش؟ أنا دابدي عليك. إيه بس لازم أسوي سيرش عنه، هل هو يعني هل هو موثوق فيه ولا لا؟ خالف مو أي حد يقول لي شيء راح أثق فيه. عشي عليك، مبروك عليك 50 دينار مقدمة من بنك الكويت الوطني. أنا الحين دقيت عليك وقلت لك أنت فزت الجائزة، هل المفروض أنك أنت تشاركني بياناتك المصرفية؟ نهائيا ما راح أشارك مع أحد. برافو ومبروك عليك 50 دينار مقدمة من بنك الكويت الوطني. جواكم الله الحملة هذه ومشكورين وايد.